بسم الله. Sektion L. Wo steht was? Eine يقف ماذا؟ Wörter im Satz. 1. كلمات في الجملة الأولى. فلدينا ich esse heute Pizza. أنا يعني أنا وآكل اليوم بيتزا. Heute esse ich Pizza. اليوم آكل أنا بيتزا. ف الإيش وأحيانا الكلمات التي هنا في الوسط ممكن نبدلها كما بدلناها هنا الهايتا مع الإيش. طيب هنا أولا das Verb steht auf Position 2 كالمعتاد الفعل حتى في الإنجليزية في المرتبة الثانية. Das Subjekt steht rechts oder links vom Verb, يعني إما يمين أو يسار. Am Abend essen wir Pizza. في المساء نأكل نحن بيتزا. أو wir essen am Abend Pizza. نحن نأكل في المساء بيتزا. Okay. Auf Position 1 können zwei oder mehrere Wörter stehen. يعني في المكان الأول ممكن يكون هناك أيضا كلمتين مثل إلزا und Heiko essen zusammen 25 Hamburger. يعني إلزا und Heiko اسمين يأكلان مع بعض 25 هامبرجر. ما شاء الله جائعين جدا. الآن الـ V Fragen. أسئلة مع الـ V. طبعا حتى أي أحد لديه سؤال لسه في الجملة البسيطة؟ نعم، هي زي اللي فاتت يعني. أوكي زي الفل يعني. إيش Das Verb steht auf Position 2. الفعل كالمعتاد في الجملة في المكان الثاني. Auf Position 1 steht das V Fragewort. يقف السؤال. Auf Position 3 steht das Subjekt. في المكان الثالث الفاعل. ف V Frage فاعل وفاعل. طبعا القواعد يعني كثير منهم او كثير من الناس يفهمها، لكن في التدريب او في الممارسه يعني يخطئ فيها كثيرا. لماذا؟ لانه يحتاج الى الممارسه، فيكتب يعني خاصه المذكرات اليوميه. يعني افعلوا مذكرات يوميه تكتبون فيها ماذا فعلت. فمثلا يقول Wo essen wir heute Pizza؟ اين ناكل اليوم البيتزا؟ Wann essen Ilse und Heiko 25 همبرجر؟ متى يأكلان الإلز والهايكو ال 25 همبرجر؟ أظن لا يوجد فيها إشكالية. طيب الآن ال يا ناين فراغ، الأسئلة مع اليا والناين. Das Verb steht am Beginn. الفيرب في البداية. Das Subjekt rechts vom Verb. يمين الفعل. Essen wir heute Abend Pizza. هل سنأكل اليوم البيتزا في المساء؟ Möchten Sie Schokolade essen؟ هل تودون يعني حضرتك أن تأكل الشوكولاتة؟ أو أن تأكل شوكولاتة؟ هذه أيضا أظن مفهومة. بعدين الإمبراتيف الأمر. Das Verb steht am Beginn. الفعل في البداية أيضا. Essen Sie doch ein Stück Schokolade. يعني كل بقى هي صار زي دوخ صعب أن أترجمها بالعربي لأن الباء بين الأصدقاء ليس محترم. Ein Stück Schokolade, قطعة شوكولاتة. Trink eine Tasse Kaffee. اشرب قهوة أو كأس كوب من القهوة. هذه أيضا أظن سهلة لأنها مرت. الآن Zeit und Ort. وقت ومكان. زمان ومكان. Die Zeit wann? Wie lange? Wie oft? Wann متى? Wie lange? كم؟ المدة يعني. Wie oft? كم مرة؟ Steht meistens links im Satz. Auf oft auf Position 1. فمثلا
Ich wohne seit 2 Monaten in Deutschland. Steht meistens links im Satz, oft auf Position 1. Also seit 2 Monaten wohne ich in Deutschland. Tamam. Seit 2 Monaten wohne ich in Deutschland. فغالبا نبدأ بهم زي 2 مونات يعني منذ شهرين نسكن في ألمانيا، لكن ممكن نبدلها ونقول ich wohne seit 2 مونات in Deutschland. Der Ort wo أين wohin إلى أين woher من أين. هذه الأسئلة طبعا أخذناها steht meistens rechts im Satz، فهي غالبا في اليمين لكن ممكن أيضا في البداية. أي سؤال في القاعدة؟ أونلاين. التدريب الأول شخاب زي زاتسا. نكتب جمل فكالمعتاد لدينا كلمات ولازم نرتبها. فاو هاندا هانغ ديان. يا إير بيتر شميت هايس إير هايس بيتر شميت. تمام. Er heißt Peter Schmidt. اسمه Peter Schmidt. Frau Scheimer, Nummer 2. السلام عليكم. وعليكم السلام. Peter ist und seine Frau in Heidelberg. Wohin? Wohin? Wohnen. يسكن. وونين 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 اوكي. بيتا und seine Frau wohnen in Heidelberg. طيب واليتس؟ احطها قبل اين بالضبط. ان هذا ب تمام. قبل الهايدلبرغ نحط اليد، نركز على السايت بوت، اولا الزمن بعدين المكان. فبيتر und seine Frau، بيتر وزوجته، wohnen يسكنان يعني jetzt الان in هايدلبرغ. اوكي. فهو هاندا نمرة 3. Seine Adresse ist Alsterstraße 12. Genau. عنوانه يكون Auerstraße 12. Frau Schemer, Nummer 4. لدينا Ingenieur von Beruf من حيث المهنة. Peter ist. Peter ist Ingenieur von Beruf. Genau. فبيتر من حيث المهنة مهندس. Nummer 5. Im Krankenhaus arbeitet seine Frau. تمام. يعني هذه الطريقة ممكن نعملها وممكن نقول إنه seine Frau arbeitet im Krankenhaus. تمام. فزوجته تعمل في المستشفى. Okay. Aufgabe 2. Schreiben Sie W Fragen. لازم نكتب الآن جمل مع ال في فراغن، ال woher أو ال wo في was وهكذا. فهو شيماء لدينا woher من أين، لويس و بالوما كومن يأتون. woher كومن لويس and بالوما. كنا woher كومن لويس و بالوما، من أين يأتي لويس و بالوما. فهو هندا نمرة 2. Was sind Sie von Beruf? Genau. Was sind Sie von Beruf? ماذا أنتم من حيث المهنة؟ Nummer 3. لدينا wohnen wo jetzt Sie. يسكن أين الآن؟ أو هي يعني. Wohnen. No. Wo.
Wo wohnen jetzt Sie? هو وزن الفاعل. Wo wohnen الفعل بعدين الفاعل Sie Wo jetzt. wohnen Sie? No, wo Jetzt. wo wo يعني المفروض هو wo هاي اللخبطة دي. تمام Wo في طبعا الأول. بو بعدين طيب الفاعل wo بعدين wohnen. تمام بعدين الفاعل Sie Sie jetzt. Okay. تمام نمرة فيها was machen Sie heute Abend? تمام ماذا تفعلون اليوم مساء؟ نمرة 3 unterstreichen Sie das Verb. Schreiben Sie ja, nein, Fragen. نحط تحت الفعل الخط وبعدين نسوي من الجملة سؤال. فالمثال das ist Paloma. Ist das Paloma؟ الآن لدينا sie kommt aus Peru. هي تأتي من Peru. كيف سيكون السؤال؟ kommt sie aus Büro? Genau, richtig. بعدين ثلاثة Paloma lernt Deutsch. Lernt Paloma Deutsch? تمام. هل تتعلم Paloma الألمانية؟ Nummer 4. Sie ist Mechanikerin. ميكانيكية. Ist sie Mechanikerin? ميكانيكا مشا ني كارين ميشا اوكي ميشا كي ني كي رين طيب يعني نقطعها بحيث مي شا ني كارين ميشا ني كارين تمام نمرة 5 ihr Mann heißt Luis ist زوج اسمه لويس heißt ihr Mann Louis? heißt ihr Mann لويس تمام الآن أظن هو مرتبط بالثلاثة أربعة نمرة 4 في فراغ ولا يا نين فراغ فهنا من حيث من حيث الجواب نعرف هل هو في فراغ ولا يا نين فراغ ergänzen Sie das Fragewort oder das Verb يعني إما نحط ال في فراغ أو نحط الفعل المناسب. الآن أظن أو شيماء لدينا الفراغ وبعدين قامت هالوما تأتي هالوما أوس بيرو من بيرو. وهي كنت بالوما. تمام من أين يأتي هالوما؟ نمرة 2 هالوما أوس تشيلا؟ نين أوس بيرو. Woher Paloma aus Chile? Nein. مرة أخرى. هو احنا ممكن يعني احنا هنحط سؤال أي أداة استفهام؟ لا، نحن لازم نختار بين في فراغة يا نين فراغة. فهنا يقول نين أوس بيرو. فعندما نبدأ بنين أو يا فسيكون هناك فعل. يعني أقول كومت باولا أوس تشيلي؟ لا كومت تمام كومت باولا أوس تشيلا تمام طيب لدينا الآن السؤال الثالث است زي فون بيروف ميشانيكرن فماذا نضع في فراغ ولا فعل؟ لا أداة استفهام يعني هي لأن هو أنا بحط فعلا لما بتكون الإجابة بناين أو يا تمام لكن هناك لا يوجد نين ويا لا 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 فماذا نحط؟ يوجد لا أداة استفهام يعني ستكون was ist sie تمام was ist sie von Beruf ما هي من حيث المهنة والجواب مشاني كرن طيب نمرة 4 Arbeiten Mechanikerin von Beruf? Ja? مرة أخرى. Arbeit Sie Mechanikerin von Beruf? Leider nicht. Nein. Nein? Nein.
لو قلنا als Mechanikerin كان صح. arbeitet sie als Mechanikerin هكذا كانت صح، لكن لا يوجد als، لدينا فن بروف. نحن ممكن نغش من سؤال ثلاثة. مش عارف مش هكذا استسلم على طول. طيب لو نظرنا هنا في الأربع، زي است ميشانيكرن، فنأخذ الاست، است زي ميشانيكرن فون بروف. هذا يعني النصيحة في الامتحان، عندما لا تعرف الجواب أنت أبحث في الورقة كاملة، يعني الجواب أحيانا سيكون هناك، وهذا حدث معي كثيرا. ايوه تمام. فزي اس ميشانيكرن، اس زي ميشانيكرن فان بروف، هل هي ميكانيكية من حيث المهنة؟ يا نمرة 5 يمان كارلوس 9. است ايه؟ تمام. فاست يمان كارلوس، هل زوجها كارلوس؟ لا. نحن هنا ممكن أيضا نضع فعل آخر، ما هو؟ هل ما لا هل هتبقى طيب ممكن نغش من 5 هنا. ايه هايست تمام. ايه هايست يمان كارلوس، هل يعني اسمه كارلوس؟ نعم. نمرة 6 هايست يمان لوي، هايست يمان لويس. ألف هايست إيرمان نخمال نخمال بيتا. في هايست تمام. في هايست يمن، يعني ما اسم زوجكم أو زوجك لويس أو زوجها يعني يمن. أوكي. يتس نمرة 5 شرايبن زي فراغن. الآن لازم نكتب أسئلة. لدينا ميودة، تعبان، هايتر، اليوم، زيزن. sind sie Mode heute? الزمن أولا. heute Mode? Genau. Sind Sie heute müde? تمام. Nummer 2. Sie wie lange schlafen immer? Wie lange schlafen Sie immer? Genau. كم يعني مدة النوم أو كم تنامون دائما؟ Nummer 3. لدينا trinken، يشرب. Was, ماذا، am Morgen، في الصباح، und Sie. Was trinken Sie am Morgen? Super. ماذا تشربون في الصباح؟ Nummer 4. Am Morgen trinken Sie Kaffee. سؤال. سؤال. حاجة. سؤال. Trinken Sie am Morgen Kaffee? تمام. هل تشربون في الصباح القهوة؟ طيب نمرة 6. الآن دخلنا في الـ A2. Schreiben Sie Sätze im Imperativ. اكتب جمل في الأمر. لدينا Sie kommen. فكيف سيكون الترتيب؟ يعني سأضيف كلمات لا نضيف كلمة، فقط ترتيب. فقط ترتيب يعني Sie kommen في الأمر نبدأ بالفعل أم بالفاعل؟ في الأمر أبدأ بالفعل. بالفعل. تعال اشرب. تمام. كومن زي. تمام. كومن زي يعني تعال أو تعالوا أو يعني حضرتك، تعال حضرتك. أوكي. نمرة 2. دي جيشيشته هورن زي. هورن زي دي جيشيشته. تمام. استمع أو استمع حضرتك إلى القصة. Nummer 3. Jetzt, الآن, Sie, حضرتك, sagen, يقول, nichts. لا شيء. Sagen Sie
نشت يتست. الزمن أولا. يتست نشت. تمام، زاغن زي يتس نشت، يعني لا تقول أو لا تقول حضرتك الآن شيء. نمرة 4، زي ihren Freunden die Geschichte und erzählen. Erzählen Sie Ihren Freunden die Geschichte. Genau. يعني احكي حضرتك لأصدقائك القصة. اوكي. يس نمرة 4. عندي سؤال تفضل. تمام. بخصوص نمرة الدغاي. تمام. يعني هو في الزمن حتى يأتي قبل قبل النفي. هو النفي، يعني النفي حسب ماذا ننفي؟ أحيانا ننفي الجملة فيكون في الآخر، أحيانا ننفي فقط صفة فيكون قبل. لا، ich bin nicht müde مثلا. فالنفي له يعني حالات خاصة سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. طيب، يعني غالبا يأتي بعد الفعل، مثلا ich trinke nicht مثلا، يعني إما بعد الفعل، إما قبل الصفة، أو نهاية الجملة. يعني هذه الثلاثة لو حفظناها في البداية يكون جيد. أوكي، نمرة 7، Zeit und Ort. يعني كما قلنا Zeit أولا، بعد ذلك الأورت. أولا الزمن، بعد ذلك المكان. Schreiben Sie Sätze. فلدينا الآن رقم 1، Schon 3 Jahre ich wohne in Heidelberg. كيف ستكون الجملة؟ ايش انا ولا فراو هاندا. انا فراو هاندا، مين الذي كان دوره حتى لا نأخذ دور الآخر؟ كان تقريبا دور من تقريبا دوري انا. تمام، فلدينا منذ 3 أشهر سنوات أنا أسكن في هايدلبرغ. ايش بوني تون دراي ياري ان هايدلبرغ. تمام، يعني أنا أسكن already 3 سنوات في هايدلبرغ. طيب، رقم 2، لدينا arbeite seit 2 Jahren in Frankfurt. ايش arbeite seit 2 Jahren in Frankfurt. سوبر. نمرة 3، لدينا von Heidelberg nach Frankfurt. من هايدلبرغ إلى فرانكفورت. ich fahre، يعني أذهب jeden Montag، كل يوم اثنين. ايش 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 arbeite لا سوري فاضل. ايش ايش فاضل يدم منطق فون هادربير ناخ فرانكفورت. تمام، أنا كل يوم الاثنين أذهب من هايدلبرغ إلى فرانكفورت. نمرة 4، فرانكفورت. إيش باي ماينا كوزينا فون مونتاك بس فرايتاك بونا. إيش بونا فون مونتاك بس فرايتاك باي ماينا كوزينا. تمام، أنا أسكن من يوم الاثنين إلى الجمعة عند ابن عمتي أو ابن عمي ابن خالي أو أيا كان. نمرة 5، im Büro، في المكتبة. ich أنا von 9 bis 18 Uhr، من الساعة 9 للسادسة مساء arbeite. ich arbeite im Büro no ich arbeite von 9 bis 10 10 10 18 سوري 18 اور و و و امبيرو. تمام، انا اعمل من 9 الى الساعه 6 مساء في المكتبه. نمرة 6، in der Mittagspause in der Kantine ich esse. ايش اسا ايش اسا ان دير ميتاك باوزا ان دير كانتين. تمام،
أنا آكل في الفسحة الغدائية يعني in the cantina في ال كانتينا يعني المكان للطعام هذا. أوكي نمازيم جيها أذهب in fitness studio الجيم يعني zwei mal pro Woche مرتين في الأسبوع أنا. كيف الترتيب؟ إيش جهة إيش جهة زواي مال بو بوغي إنس فتنس ستوديو ستوديو، أوكي. ستوديو فأنا أذهب مرتين في الأسبوع إلى الجيم. أخت نح هايدلبرغ فرايتاكس 17 أور، إيش فاهو. Frau Hanna? Ja, ich fahre Freitag um 17 Uhr nach Heidelberg. تمام. Inshallah. Freitags. ما هو الفرق بين Freitag و Freitags؟ اللي هي الأعياد أعياد أمم. نين نين هو. Freitag يعني دايما بيعمل كده يعني بالضبط. دايما Freitags. تمام. نخ هايلبرغ لو نحط الاس فيعني كل يوم الجمعة. ايش فاغه؟ انا اذهب كل يوم الجمعة في الساعة 5 مساء إلى الهايدلبرغ. نمرة 9 بن أكون إيش أنا زو هوزة في البيت. فان فرايتاكس أبند ممكن من بس مساء الجمعة لو بس. سمحت نعم معلش بس ارفع الصفحة شوية لفوق هكذا ماشي كمان شوية هكذا ماشي تمام اوكي. لا هو von Freitagsabend من مساء الجمعة إلى Montag morgen صباح الاثنين. هو فكيف سيكون الترتيب؟ معلش ثواني هو احنا في رقم كام دلوقتي؟ 9 طيب هو دلوقتي اللي عندي آخر تدريب. نعم ثلاثة اللي بقى عندي بس ايه فحد الثلاثة؟ نومة غاي بس ده اللي ظهر عندي حضرتك بقى يعني ارفع الصفحة لفوق حضرتك نزلتها لتحت هكذا لا لكن عكس هكذا ايوه تمام بس تمام ماشي. كيف سيكون الترتيب؟ ايش بين ايش بين سو هاوس الزمن أولا فون فون فايت نعم فون فايت بغيت تقابل بس منت ممكن تو هاوس تمام. أنا من يوم مساء الجمعة إلى صباح الاثنين في الاثنين في البيت أوكي. هاتي من فراغ؟ كاين فراغ؟ ماي أوكي. ماي